شغور يسيطر عليها عسكريا حزب تركستان الإسلامي، مقاتلوه من الأويغور، أكثرهم جهاديون صينيون، إلى جانب مقاتلين آخرين من دول آسيا الوسطى. جاءوا إلى سوريا كما يقولون للجهاد، وهم تابعون لجبهة النصرة. هنا ولأول مرة تمكنت مصادرنا من تصوير مقر لهم خارج المدينة، تماما كما فعل الأحرار والنصرة، رقمت تركستان منازل خصومهم. هذه العقارات السورية صادرها مقاتلو الأويغور الأجانب. خارج جسر الشغور بنت تركستان معسكراتهم، كهذا الواقع في ريف المدينة. فضلا عن المدينة، ينتشر التركستان وهم قوة يحسب لها حساب في معظم قرى ريف جسر الشغور. تقدر مصادرنا عدد المقاتلين مع عائلاتهم بما بين 10,000 وعشرين ألفا. القائد الأبرز للتركستان يدعى إبراهيم منصور، وهو لا يزال يسافر من سوريا وإليها، حيث رآه شهود في محافظة إدلب. كشف مقاتلون سوريون أيضا تدربوا في معسكرات التركستان أنهم بايعوا زعيم حركة طالبان الأفغانية. هذه الصور من ريف جسر الشغور، حيث لتركستان وجود قوي. نساؤهم غطيت تماما. أحد المقاتلين يتنقل مع زوجته على دراجة نارية. وهذه صور من منطقة الزنبقي، وهي أكثر المناطق التركستانية السرية قرب الحدود مع تركيا. يمنع منعاً باتاً تصوير هذه المنطقة أو دخولها لوجود سجن كبير فيها. هنا يعيش حصراً مقاتلو الأويغور القادمون من الصين مع زوجاتهم وأطفالهم. يتنقلون على الدراجات النارية ولا تفارق البندقية أكتافهم. على الجدران شعاراتهم، وفي الشوارع أطفالهم يلعبون، وعلى سطوح المباني